من جديد مشاهدينا الأعزاء، كل عام وحضراتكم بألف خير. يوم السبت القادم بإذن الله وقفة عرفات، يوم الوقفة، ويوم الحد إن شاء الله وعليكم خير أول أيام عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم باليمن والخير والسعادة والبركات. عن استعدادات وزارة الأوقاف واستعدادات المساجد لصلاة العيد في يوم الحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، بيسعدنا يكون معنا مداخلة مع فضيلة الشيخ هاشم سعد الفقي، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم وبكل أهل مصر، وربنا يجعل مصر يا رب العالمين يا رب في ضمانه وأمانه إلى يوم أن نلقى الله. يا رب. كل سنة وحضرتك طيب، والسادة المشاهدين يا رب بألف كل خير. كل سنة حضرتك بخير وأهل مصر جميعا بخير. وحضرتك بألف خير. كلمنا عن استعدادات وزارة الأوقاف بالإسكندرية لاستعدادات صلاة العيد وعيد الأضحى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني قامت مديرية أوقاف الإسكندرية ومنذ فترة طويلة بأخذ كل الحيطة والاستعداد لأداء شعائر صلاة وخطبة العيد بمختلف محافظة وربما محافظة الإسكندرية، حيث أقامت برعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 591 ساحة لأداء صلاة العيد، كما تقام صلاة العيد أيضا بكافة المساجد بمحافظة الإسكندرية، ويقوم عليها السادة الأئمة والخطباء والوعاظ في مختلف المحافظة وفي كافة ربوعها وفي مدنها وقراها. يعني صلاة العيد إن شاء الله يوم الحد الصبح هتكون في المساجد وفي كمان في المساحات اللي حددتها وزارة الأوقاف. نعم، الساحات طبعا يعني توسعنا فيها بحيث يعني نكون على مستوى الحدث بالنسبة للشعب السكندري. شعب السكندري محب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج بأعداد كبيرة جدا، وتخرج الأسر بكامل أطيافها إلى أداء صلاة العيد. لذلك كانت وزارة الأوقاف على مستوى الحدث يعني في خدمة بيوت الله وخدمة عباد وعمار مساجد الله سبحانه وتعالى. يعني قمنا بالاستعداد المبكر لهذا الأمر بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، ونستعد بشدد إن شاء الله كاملا لأداء صلاة العيد في كافة ربوع المحافظة بإذن الله. خطبة العيد هتكون عن إيه؟ هل هي موحدة في كل المساجد والساحات، ولا هيكون كل حد مثلا أو كل مسجد مختص بحاجة معينة؟ لا، الخطبة معممة في خطبة الجمعة وفي خطبة العيد، وهي تكون دائما يعني ما تتحدث عن فضل حج بيت الله الحرام، وعن شعيرة الأضحية، وعن صلة الأرحام، فهي خطبة جامعة مانعة، يعني تشبه ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة، لأنها خطبة تجمع القلوب والعقول والأفهام، وتجتمع حولها يعني كافة الأطياف. هي خطبة يعني تحيي سنة التضحية والعطاء والفداء التي سنها الله سبحانه وتعالى بفداء نبي الله الذبيح إسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليهم الصلاة والسلام. طيب كلمنا عن نظام توزيع الأضحية، يعني صلي لربك وانحر، بعد صلاة العيد بيكون في النحر والذبح. شعيرة يعني الذبح هي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، قال عنها ربنا سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. فالمسلم يبدأ بالصلاة، صلاة الفجر أولا، ثم صلاة العيد، ثم ينتهي من صلاة العيد ليحيي الشعيرة، وهي شعيرة عظيمة، والله سبحانه وتعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة هي إعلام
بتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا يعني إشهار وتعظيم لكل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. فالذبيح رغم أنه أمر بالذبح لم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، لذا ابتداه الله سبحانه وتعالى. فطاعة الله سبحانه وتعالى هي مصدر السعادة للبشرية جمعاء، وهي أيضا إعلان لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإيمان به، وأيضا فيها مواساة وتعاضد بين الأغنياء والفقراء، وهي تمنع الحقد والحسد والبغضاء والشحناء. فهذه أموال وهذه لحوم تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، مما يعضد من التكافل المجتمعي وينزع التناحر والتنافر في أي مجتمع. وإعلاء لبر الوالدين، يعني سيدنا إسماعيل لما قال لوالده ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فمنتهى البر بوالده ومنتهى الطاعة. لا يوجد في تاريخ البشرية جمعاء من ينفذ أمرا بالذبح طاعة لله سبحانه وتعالى ثم برا بوالديه، ذلك لأن الأنبياء هم يعني خلاصة البشر وصفوة البشر الذين اختارهم الله على عينه والذين اصطفاهم من بين خلقه، لذلك كانوا هم أهل الطاعة وأهل البر وأهل يعني الصلاح، وكانوا مثلا لنا، لذلك جاءت سنة التضحية وفودي سيدنا الذبيح عليه السلام بذبح عظيم، وصارت سنة منذ مئات السنين وإلى يوم أن يلقى الله الناس رب العالمين سبحانه وتعالى، وأصبحت شعيرة فهي بمثابة حسنات تعد للذبيح الذي علم الناس الطاعة لله سبحانه وتعالى، وعلم الناس منتهى البر لوالده الخليل إبراهيم عليه من جميع السلام. فهو أيضا من أقام البيت الحرام مع والده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، فهي معنى الإسلام. شعيرة حققت مطلق الاستسلام والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وطاعة الله سبحانه وتعالى تحقق السعادة وتحقق الأمان وتحقق السكينة وتحقق الرضا. الله سبحانه وتعالى جعل طاعته هي سبيل اليسر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ونعم بالله. آخر سؤال لحضرتك عن فضل الأضحية، الفضل إننا نضحي، يعني ثوابها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أعظم عند الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها، فطيبوا بها نفسا فهي تطيب النفس. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر نشانيك هو الأبتر. ويقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فهي تأتي في أعظم أيام الله، وتأتي في يوم ذكره الله، والفجر وليالي العشر والشفع وهو يوم النحر، والوتر وهو يوم عرفة، تأتي في يوم في ختام الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات وبداية الأيام المعدودات. والله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأيام، هو أعظم يوم، وهو يوم الحج الأكبر، ليقف أهل الحجيج بين يدي الله، ويقف الذين لم يكتب لهم الحج مستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى، مقدمين له الأضاحي إحقاقا وتحقيقا لمبدأ التضحية. ونعم بالله. وبيغفر مع أول قطرة من قطرة دم الأضحية، من قطرات الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، إنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ونعم بالله والحمد لله عليه الصلاة والسلام. كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. فضيلة الشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، شكرا لحضرتك، شرفتنا بمداخلتك. شكرا لي. كل عام وأنتم بخير، وأهل الإسكندرية جميعا بخير، وحضرتك بألف خير، والإنسانية جمعاء، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا لك.